اي لا تطولين لسانك وقولي وين سايره. صدق انكم ما تستحون، وانتم منو تكونون عشان تسالوني انا وين سايره؟ وابوي وابوي وابوي، كيف منو تكونوا؟ انتي ما تعرفين نحن منو؟ اعرف، انتو ارض الريايد. والله لو ما حرمت العيوز كان الحين كان شو يا ولد سبيكه بتضربني يا الخسيس. بس 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 خلاص يلا ذنبي ذنبي ادلف انا يا ويه التيس. ادخلي بيتكم وفكينا. انا بدخل لكن كان انت ريال وكفو امنعني اني ادش بعد. خلاص يا بنت الناس سيري سيري وفكينا. افكم ها الصلاة لو يو ابي. كلتنا بلسانه يا ابوك مالي. الحين انا ملك العصافير استويت ويهتس. صوتك يا ام ادريس واصل للسماء. سمعتي؟ سمعت. زين تسوين فيهم يستاهلون. حسبي الله عليهم لا بركتم فيهم. انا ابغي اعرف ايش حقه ياسين يحرسون باب البيت. حابسيني في بيتي ومانعيني من الطلعه. من صدقهم هذيله؟ هذا اللي قالوا لي. بغيت اسير اجيب بيض قالوا لي ممنوع، خليت يابر يسير. وش حقه عاد؟ يقولون اوامر زيدان. حسبي الله عليهم، صدق انه ما عندهم سالفه. خايفين اروح اشوف ادم. ينو هالبشا؟ اكيد ينو، ولا في حد عاقل يسوي هالسواه؟ وانا شو اقدر اسوي؟ لا يا ام يابر، انت لازم ترفعين الصوت وتخلين الكل يسمع بالظلم اللي يسوونه، الله ما يرضى كذي. تيس ملك العصافير. تيس تبغى الصدق يا اخويا يا هلال؟ كلامها الحرمه في شيء من الصدق. وين ساير؟ بيتنا. ومن وين جاي؟ قلت لكم قبل اطلع بروح اشتري بيض. اشتري بيض. تدري لو زخينا ابوك شو بنسوي به؟ بنكتف شواربه نتفه نتفه وبنعطيه كف على عينه وبنخليه حبي من سكه لسكه ويصرخ ويقول انا حرمه انا حرمه. انت حرمه؟ ابوك اللي حرمه. فهمت اللي تقوله؟ انت حرمه. صار عليك البقم يقول انك انت حرمه. ها تتمسخر علي انا؟ قلت لك قول وين ابوك. ما ادري. اعترف احسن لك. قلت لك ما ادري. يا ياسين ياسين انت قوتك على فريخات بس. هدى ابوي هدى بارك الله فيك على موت في ايديك بسوي لنا بلا. هدى هدى اعطني اللي في ايدك. هات اقول لك. أنا بروح تبين شيء؟ سلامتك يا مدرس ما تقصرين. الله يسلمك. يابر يابر ايش فيك؟ الله وياك يا مدرس. يلا مع السلامة. مع السلامة. يابر حسن. ها وين ساير؟ وين ساير بعد المحل؟ زين اباك تمر. لا بمر لا هني ولا هني، انا عندي شغل متاخر. اذا اسمعني عاد. قولي. اباك تمر عند عيد وتستسمح منه وتخلي حسن يرد شغله. يرجع ليش؟ ايش صاير؟
مختلفين. ها؟ ومن متى ما يصير الشغل؟ صار لك كم من يوم. وأنا ما عندي خبر؟ زي الحين تراني أنا أقول لك. مختلفين؟ مختلفين على شو؟ تعرف أنت ولدك عنيد وعصبي ورأسه يابس، أكيد قال لك كلمتين ما عيبوه عصب عليه. ها؟ يعني غلط عليه؟ شباب ودم حار، وانت تعرف ولدك يا ابو حسين. وهو وين الحين؟ هكو يالس بحجرته. سيري زقري، ها اسمعي، اذا قبل عيدي رجعه وصار ولدك وتضارب وياه مره ثانيه، تراني حزته ما بصير له ولا بتوسط له. ايه عيد هذا صديق وصاحب، وانا ما ابغي اخسره. سيري زقري. وظنك آدم وين صار الحين؟ يقولون صار ليبل. ليبل؟ اسمي سوانا السالفة هذا بعد؟ ما عليك بيرد، وين بيندس؟ وهذا الشاي وصل. تسلم تسلم ايدك يا يحيى. الله يسلمك. الله والله ان الشاي زين. هني انت شو جالس تطالع؟ اقول ابو راشد قول لاني في السوق. انت لو تجيب جيمه كان بعناك من زمان. حلوه حلوه يا ابو راشد، سلط الله على ابليسك. إدريس يا إدريس. نعم. وين صرت؟ أنا هني هني وياك وياك وياك. شو شغلك؟ السلام عليك يا عيد. عليك السلام، حي الله. سلم سلم على عمك عيد. سلم. مرحبا عيد. هلا. انا ادري يا اخوي يا عيد انك زعلان، والولد يستاهل، بس ترى هو ولدك مثل ما هو ولدي. عيل يطول لسانه علي ويرددني. لا يا اخوي هو غلطان ومعترف انه غلطان، لكن الشباب طايش ما في مخ. كلامي عدل يا حسن ولا لا؟ ايه انا غلطان. انا خايف يمد يديه علي. هف عليك، حرام لقص ايده قبل لا يرفعها عليك. هف عليك بس. ادري شو اقول لك يا نوح، انت عزيز وغالي، بس علشان خاطري يا عيد ابغيك تسامحه هالمره. انا علشان خاطرك بسامحه، بس هذه اخر مرة. سامع يا حسن، اخر مره ان شاء الله. يلا شوف الجدور داخل. يلا روح عمك عيد. ها همتك في الشغل. سير سير. يلا عاد برخصتك انا بسير. بسألك شو اخبار العم زيدان؟ لا بخير الحمد لله، الحين احسن. سلم عليه سلام. وعليكم الله يسلمك من الشر. برخصتك. يلا فما الله فما الله. يلا. ما في يا اخوي يا ياسين. ما في. انتوا ما تستحون ما تستحون على وجهكم، يسوي فيكم الياهل عشان تهينونه. عيب عليك يا حرمه ترفعين صوتك على الريايل. عيب؟ انتوا تعرفون العيب؟ بس يلا بس ودخلي داخل. عيب على اللي تسوونه انتوا يلي ما تستحون على وجهكم، يلي ما فيكم لا شيمة ولا غيرة ولا نخوة. وانت بعدين وياك وش بتسوي يعني؟ بتسكتني غصب؟ انت صمة ونقول لك ادخلي داخل وسكري بابك على الهذرة. الشرها مو بعليكم انتوا اللي خدام وعبيد، الشرها على سيادكم اللي ما يعرفون الاصول ولا السنع، اللي ما يراعون حرمة بيت ولا يراعون أحد.
استحي على وجهه يا راد الشي داخل يا حرمه. اسكت يا حرمه ولا تراه. لعنوا الشيطان يا جماعه الخير، ايش اللي صاير؟ يرضيك يا مطوع، يرضيك يحبسوني داخل بيتي وما يخلوني اطلع؟ لا يا بنتي ما حد يرضى، بس منو اللي منعك؟ هذه اوامر عمنا زيدان. ليش؟ يخاف تتشاوف يا ريلها برا البيت. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بذمتك يا مطوع هذا كلام ناس عاقلين؟ عن الغلط لا، ويتمسخرون على ولدي ويحينونه. لا يا ابوي لا، نحن كنا نتغشمر وياه بس، وتحرينا يستحمل السوالف. هذا هو. ما علي يا بنتي، ادخل بيتك وما يصير خاطرك الا طيب. قل لهم لا يتعرضون لنا، لا انا ولا عيالي. ما بيعيدونها يا بنيتي. ابكذي يا جماعه، نحن ما يخصنا فيها، بس لازم ما تطلع من بيتها. نحن عندنا اوامر نمنعها من الطلوع. مو من حقكم تحبسونا في بيوتنا. دخلي يا بنتي، دخلي بيتك وانا بتصرف. قول هلال. نعم. هذا شبلا طالعنا كذا وهز راسه. اشتراني يا اخي، شكله كنا ما بعايبنا. ها؟ ونحن شلينا منه؟ يا ريال احنا لا هم منه هو ولا غيره، نحن ناس مامورين، مامورين يا اخوي. اي نعم صدق. اي نعم. صدقك صدقك. بس يا اخوي انا شيء واحد مفايج بيه. اللي؟ شو سالفة الحريم اليوم؟ ليش كلهم يهزبنا ويضربونا؟ ليش؟ ما لك علي يمين. لو ما وصل المطوع في ذيك الساعة كان غسلتها طراق 7 أيام ما شلت راسه. كان زين، كان زين يا أخوي. نعم. إنسانها طويل ويباله قص. بس تبى الصدق، حلوة وايد حلوة، مو مثل. يا الله أنت بتقول لي عادة. هي حلوة حلوة. مبشرات حريمنا اللي كأنهم ريايل. الله يلوع كبدك. الحين ما نقيت إلا تطري حريمنا من حالات حريمنا. الحين حقب هاي الحلوة ما ينطر الحريمنا. إيه والله صدقك. بس تدري يا هلال، أنت فيك وايد شبه من حرمتي. شبه من حرمتك؟ ملل؟ ما في شيء هني الواحد يقدر يتسلى فيه. وعليه تو الناس تتعود. ليش انت غير؟ غير اللي هني كلهم كشرين، صايرين عدوانيين، يكرهونك بدون سبب، بس انت غير. بعدك ما عرفتهم يا آدم علشان تحكم عليهم. يجوز يا آدم علشان تعرفهم زين لازم تقعد وياهم، تسولف وياهم وتخالطهم، تثق فيهم وهم بعد يثقون فيك. بتخبرك شو قصتهم، شو اللي يابهم هني؟ اللي يابك كل واحد هني عنده مشكلة أو قضية ما قدر يحلها. مثلك كل واحد هنا عنده قصة. وانت شو قصتك؟ انا عاشور. تعال يا عاشور نسولف بعدين. يلا انا اعرف اللي اسويه كله غلط في غلط، ادري لانك وحليلك يا اخوي يا ابو راشد. ما تفكر. ما اعرف يا اخي، ما اعرف افكر، ما اعرف اشغل مخي، اقص على عمري يعني. بعد فيك عيب ثاني. عيب؟ شو هالعيبه يا اخوي؟
انت ما تهتم الا بيومك. ايه؟ ما تفكر ابدا في باكر شو يصير. يعني انت تهتم وتفكر؟ للاسف لا. بهيمة مثلك. بهيمة ها؟ يلا انطم انطم واسكت انطم. الحياة قصيرة قصيرة وايد. ردينا ردينا على الكلام اللي لا يودي ولا يجيب. احنا مو متفقين انك ما تجيب طاري هالكلام هذا. الواحد ايش حقه يفكر في باكر؟ عيش يومك ويوم يخلص يصير خير. فلاك بحصاها تقهرني يوم تجلس تنصح وانت بروحك طمه ما تعرف شيء. الصراحه اللي ما معرس كانه مو بعايش. وحليلك صدق ما عندك سالفه. انت خبله خبله انت قاصره. هي قاصره انت ايه؟ انت ما عندك شغل ومودر شغلك جالس الدور مستانس. انت معرس يعني مستانس؟ ايه ابوي ايش تحو سر 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 شوف شغلك. بلاك مبحلك كذي كانك بقره شايف عريجه. قال لك سر شوف شغلك سر. بل 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 كليتوني اكل حاطين علي حطه ليش؟ ما اكل حلالكم انا؟ ايه حبا سر سر صدق ما عندك سالفه. اي والله حبا لا. ايش قلت انا؟ اللي قلته ان اللي ما معرس شكله مو بعايش في هاي الدنيا. كفرت انا ولا كفرت؟ تدري يا عاشور شقد اثق فيك واعتبرك يدي اليمنى اللي اضرب فيها. وانا اتمنى دوما اني اكون عند حسن ظنك. كفو اشهد انك ريال كفو والواحد يعتمد عليك. تسلم يا طويل العمر. انا ناوي اغير على البلاد. متى؟ باكر في الليل. زين وين ناوي تضرب؟ سمعت ان زيدان بدا يتعافى. ابغي اضربه ضربه على راسه تسدح في الفراش لين حين اجله. بس الأخبار اللي وصلتنا تقول بأن أملاك زيدان وإخوانه عليها حراسة مشددة وصعب أن نوصل لها ويمكن نخسر كم واحد من طرفنا. زيدان ما يتوقع منه هجوم هاليومين خصوصا وإحنا توقفنا فترة. وحراس زيدان أمرهم سهل. لما تفاجئهم يستوون أسرع من الأرانب. أنت زعيمنا طال عمرك واللي تأمر فيه نحن حاضرين. أنت تخطط ونحن ننفذ. بارك الله فيك يا عاشور. أبغيك تهيئ الجماعة تخبرهم وتخليهم مستعدين. ما نبغي نخليهم يتعودون على الربادة. إن شاء الله اللي تأمر. وهذا اللي كنت أسولف معاه قبل شوي. آدم؟ هي نعم. شو تشوفه؟ مبين عليه ريال طيب. لا الطيبة ما تنفعنا يا عاشور. قصدي قوي وتقدر تعتمد عليه. تثق فيه؟ ايه. ليش ترددت؟ ما صار له وقت طويل معانا لكن بعد أثق فيه. في شيء ما بعيبني. شو؟ ما أدري. أتأكد تخبلت. كل اللي حبوا قالوا عنهم شي. عاد تصير تحب انت الشيخ قاسم؟ اخذ زيدان وهالشري يا اخوي. في الهوى القلب هو اللي يحكم. القلب هذا بيوديك في 60 داهية. انت تطلب المستحيل. مو بيدي. لا انا مغامر ولا بايع عمري. بس هذا اللي صار. حاولت ادون لا ادري. حاولت احكم عقلي. حاولت ادوس على قلبي لكن ما قدرت.
زين وهي بلاها تدري تحس بك ما ظن يوم انك ما ظن حد شو معور راسك يا وحده مو بعاطه انك وي وياها ما يفارق خيالي زين لي متى شور يقول لي اعترف لها وخلها تعرف لا تحمل يا ادريس ترى راسك بيطير بهالسالفه وانت يا يحيى وانا شو بعد قلبك بعده ما مال شو لا يا ابوي لا ابغي يميل ولا يحن حق احد هالشكل احسن لي مرتاح حر نفسي لا بال مشغول ولا قلب يعور ويحن مثلك وين بتروح ما ردك بطب على وجهك والنوم بيجافيك الله لا قال فال الله ولا فالك طلعني وانا اكل عمتي احب اشوفك وانت تاكلين الله ياخذ ابليسك شو هالرمسه هذه واحب بعد اشوفك تضحكين بس عاد ترى بصدق صدقي يا بعد عمري والله تفضل تعال كل معي لا انا شبعان بتندم يا مطر عليك بالعافيه انزين تجيب لي ماي بس ماي لو تبين المطر الحين بنزل لك اياه ماي تبى ماي عمتي تبى ماي 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 تعرف يا حسن انا ليش رجعتك ما بعلشان ابوك اللي انا اعزه واحترمه لا لاني اودك واعرفك زين من داخلك طيب وخدوم أنا خايف عليك يا حسن خايف ترابح الناس البطالية اللي آذون الناس وما يحترمون حد أتعرف متى أنا أشتغل هذه الشغلة من كان عمري 7 سنوات إيه نعم 7 سنوات وأنا أساعد أبوي الله يرحمه بدون ما أشتكي أو أقول أق كنت أشتغل شغل ما حد كان يقدر يشتغله وانا ياهل شباب قبل كانوا غير ما كانوا يعاندون اهاليهم ولا كانوا يرفعون حسهم على اللي اكبر منهم كفو الواحد يحط عينه في عين اللي اكبر عنه قبل زمان اول كنا نشتغل شغل ما حد يقدر عليه كان الواحد فينا ما يصدق يوم يقولوا له يا فلان صرات الشغله الفلانيه يركض يربع بس الحين ما حد عارف ما تعرف انهم شدائي فيهم الله يرحمك من زمان الله يرحمك ما احس ان مكاني في هالبلاد اللي تتعفن يوم بعد يوم انا مكاني هناك بعيد في بلدان مثل اللي كنا نسمع عنها في الحزاوي والخراريف أتنقر من فرضة لفرضة من بحر لبحر ومن بلاد لبلاد يا هاشم أبغي أتنفس هو غير وأشرب ماي طعمه غير حراس حراس على باب بيت حرمة مسكينة ما يجوز يا طويل العمر وانت صادق يا مطوع ما يجوز لكن الواحد شو بيقول زيدان هذا احمق وعبد الوهاب ادمر عنه ساعات من السوالف اللي يسوونها اخجل اوري الناس وجهي انت يا شيخ ما قصرت ربيتهم وعلمتهم وفرت لهم المال والجاه والسمعه الطيبه لكن إن الله لا يغير ما بقوم
حتى يغيروا ما بأنفسهم. وعيالك وخصوصا زيدان وعبد الوهاب ما يحبون الناس ويبغون يفرضون إرادتهم بالقوة، وهذا ما يصير يا شيخ. صحيح ما يصير. الكلمة الطيبة والمعاملة الزينة هي اللي تكسب الناس، بالمحبة والرحمة يقدرون يخلون الناس انها تسمعهم وتلبي لهم كل أوامرهم. لكن عيالك الله يهديهم ما يعترفون إلا بالقوة والعين الحمراء. أدري يا مطوع، كل اللي تقوله هذا عارف، لكن الواحد شو بيقول؟ ما عادوا يهال صغار الواحد يعاقبهم يضربهم ولا يحبسهم. أنا ما قلت كذي يا شيخ، أنا أقول إن القرار الأول والأخير يرجع لك أنت، وما حد عطاهم الحق إنهم يتصرفون على كيفهم أو يحكمون على هواهم. كلامك صحيح يا مطوع، إلا بسألك، نحن تغيرنا؟ ما أظن. كبرنا نعم، أشكالنا تغيرت نعم، لكن اللي في داخلنا يتم مثل ما هو ويمكن زيادة بعد. أحس يا مطوع أن الأمور ابتدت تفلت من يدي، مو بقادر أمسكها وأتحكم فيها. أحس أني كل يوم عن يوم أضعف زيادة وزيادة. إذا ضعفت كل شيء بينهار، وساعتها الفوضى بتعم كل مكان. عطني يدك، أبغي أشابكك. شابكني؟ إيه نعم، أبغي أختبر قوتي. لا حرجوك يا شيخ، شوف لك حد ثاني، ترى أنا ما فيني شد للسوالف هذه، أنا ريال نعود. يلا يا ريال. ما أقدر عليك يا شيخ. قام قال لها خادم الشيخ، طلعي يا حمدة من التنور. قامت قالت لمرت أبوها، لا تتعب عمرك، هذه اللي خدامة. قال لها، لا هذه أوامر الشيخ. اطلعت حمدة من التنور، وأول ما حطت ريلها في النعال ولا يطلع على مقاسها بالضبط. عقب خذوها معاهم بيت الشيخ وتزوجت ولده. عقب يابا ولدين، واحد سموه غانم وواحد سموه يابر. خلصت القصة. في قصة ثانية أم يقولي، واحدة ثانية بعد. أنتوا ما تشبعوا؟ لا ما نشبع. خلاص يمي، أنتوا ركضوا الحين، وباكر بقول لكم قصة ثانية. زرعت النخيل أنا وأبوي، ربيتها ورويتها بالماي والعرق، قعدت أطالعها وهي تكبر تكبر قدام عيوني. لكن أبو سالم صاحب الأملاك كان طمعان في الأرض، ويوم بعد يوم وطمعه قاعد يزيد. أبوي رفض يبيع الأرض بأي ثمن، لا اهتم لا بفلوسه ولا بتهديداته، وما كنا ندري شو اللي قاعد يدور ويدبر لأبو سالم. ليلة باردة وهو شمال، عرفنا أبو سالم شو كان يدبر. من القهر أبوي ما قدر يتحمل، طاح مكانه ميت. قتلته وشردت، ما حصلت مكان اندس فيه غير هني في هليبل. كم صار لك في هليبل؟ نسيت، شهور وانا هني. كيف تعيشون في هليبل؟ مثل ما تشوف،
ناكل أي شيء نحصله، أعشاب، طيور، حيوانات، وساعات ننزل ناخذ لنا بغي بالقوة ونرجع. يقولون الحياة هني في ليبل صعبة، تغير الواحد. الحياة هني غير مو مثل البلاد، هني نظرك يصير أقوى وسمعك يصير أحسن، هني ترافق الريح والقمر والحصى والغيوم. لكن إذا ما حصلت بني آدم تسولف وياه تصير متوحش وقلبك يستوي مثل الحجر. قبل كل شيء حبيت أتشكر بالسلامة حق ولدي زيدان. الحمد لله على سلامتك يا أبو سلطان. يسلمك إن شاء الله ونجيك من كل شر يا طول العمر. إلا بتخبركم منو حطكم حكام، تامرون وتنهون وتعطون وتمنعون وتتحكمون في خلق الله، بأمر منو تحبسون الناس في بيوته. طول بعمرك، هذه حرمة آدم اللي اعتدى علي. أنا عارف منو هي وعارف منو رايلها، لكن هي ايش ذنبها؟ عيالها ايش ذنبهم؟ القصد ان احنا بنسوي له كمين ونزخه، يمكن هي تلاقى معاه من غير ما ندري، تالي يروح علينا. هذه يسمونها قلة عقل. ايه بس طال عمرك، بهالطريقة هذه انتوا بتهيجون الناس عليكم، والكل بيعتبركم ظالمين وما في قلوبكم رحمة. بس الناس واقفين بصفنا يا طول العمر. اي نعم، بلسنتهم يمكن لكن بقلوبهم لا، لأنهم يخافون منكم. اي بس يا ابوي، لازم نحمي نفسنا. تحمون نفسكم بالحب بالخير، مو بالقوة والشر. تبون تحكمون؟ احكموا بالعدل، احكموا بالحق. زيدان، باكر من غبشة تسحب جماعتك من قدام بيت آدم وتامرهم انه ما يتعرضوا لهم مرة ثانية. سامعني يا زيدان؟ سامعك. أبوكم كبر وخرف، ما يصير نتكلم على أبونا بهالطريقة. أنا ما قلت شيء غلط، وأي أحد يبي يسمع الكلام اللي قاله بيقول نفس ما قلت. ولا إيش رأيك أخوي عبد الوهاب؟ أنا لا، أبونا ما كان كذي، أبونا استواه سهل وضعيف. كنا كلامنا مو عاجب أخونا الصغير. أكيد مو بعيبني، أنا ساير عنكم. أنت ضعيف مثله. اسمع يا طلال، أنت أخونا ولازم تكون ويانا وتوقف صفنا. ضد أبونا؟ أنا ما أقصد الوالد، أنت فاهم أقصد منه. أنا ضد الظلم. واللي صار لي مو ظلم؟ عدوك تعرفه زين، تقدر تحاربه هو، مو بتحارب أهله وتعاديهم. أنت معنا ولا ضدنا؟ أنت دوم توقف ضدنا مثل أبوك. مو بكل شيء، يوم بشوف الغلط بقول عنه غلط. وليش انت مسؤول عنهم؟ اسمع، ما اربى منك شيء، خلك كذا بسبحانيتك، احسن لك واحسن لنا. هاي لا تسألوني، خلوني في حالي. قلت لك ما بينفعنا، وراء فايده. لا، وابوي الله يهدي يلس يتذلل ويترجع عشان يرجعني شغل، وانا منحرج ومو بعارف شو اقول ولا شو اسوي. تمنيت لو الأرض انشقت وبلعتني. هذا أبوك ويبى مصلحتك. عاد مو بلهالدرجة، شوية بيبوس ريوله. مسكين، هذا بدل ما تشكره يجلس يسوم ويها من بيت لين بيت، تقول عنه كذي؟ ما قلنا شيء، بس لا يترجى واحد ما يسوى. عيب.
هذا عيد ريال طيب، لا تقول عنه كذي. والقهر انه هزبني قدام امي، ما خلى كلمه ما قالها عني الا ياهل، الا ما يفكر، الا ما يعرف مصلحته. تبين الصدق؟ فشلني قدامه. تستاهل. وعقب استلمني العميد قام يتخقق علي، انا وانا 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 سويت وانا فعلت وانا اشتغلت وانا عمري 7 سنوات. وش لي انا اشتغلت عمرك 7 سنوات ولا 3 سنوات؟ حسبي الله على ابليسك يا حسون، انت مو المبعايب انك شيء. تدرين عاد امي ودي اسافر اليوم قبل باكر. شو اتحمل اسمع منك هالكلمه؟ لو اقدر كان سويتها من زمان. اتخسي والله اكسر لك ريولك. امي شو بلا شاهيك الليله؟ شاهيه؟ شاهيه ما في شيء مثل كل مره. طعمه غير. قولي لانك انت متسبب. انا متسبب؟ اللي بسالك ابوي وينه؟ ابوك ما حد طلع برا عازمينه. زين عيل بسير انا. وين بتسير؟ تعال. خير شوفي. كاسرة خاطري بنيابر، حاطين راسه مو براسه. منو هذيلا؟ عيال الشيخ قاسم وربعه. الله يبعدنا عن الشر. وهذيلا مخلين حد في حاله. شوفي عاد انت مالك خص، نحن ناس مو بقدهم. شوف عاد اليوم الصبح انا تضاربت وياهم. ويا منو؟ هذا هلال وياسين. يا بنت الحلال وانت ايش عليك فيهم؟ هذيلا مو مال نشبه. لا انا ما بسكت عنهم، يطولون لسانهم واسكت عنهم ما يستوي. احرم احنا ترى مو ناقصين، خلينا في حالنا قلنا لك. شوف اللي ساكت عن الظلم ظالم. اشوفك رديت علي. لا انا لا مو بقصدي، بس يعني الظلم مو بزين ونحن بعد بينا الرش. Mm-hmm.